ثلاث طائرات من نوع يوشين تابعة للقوات الجوية الجزائرية تحط في مطار هواري بومدين قادمة من الصين الشعبية تحمل على متنها 41 طنا من المعدات والمستلزمات الطبية موجهة لمكافحة كوفيد 19. أن قواتنا الجوية قامت لحد الآن ب 14 رحلة بحجم ساعي يقدر به 378 ساعة وبإجمالي حمولة يتعدى 183 طن. هذا ما يؤكد مرة أخرى على مدى جاهزية الجيش الوطني الشعبي بكل مقوماته وفي كل الجبهات ومدى عزم أفراده للقيام بكل المهام المنوطة بهم في أحسن وجه. ومنذ بدء انتشار جائحة كورونا كانت أطقم القوات الجوية الجزائرية حاضرة بعزم كبير واحترافية عالية من أجل ضمان إيصال المستلزمات الطبية في الآجال المحددة. فإن الجيش الوطني الشعبي والقوات الجوية الجزائرية في أتم استعداد للقيام بمهامها والوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في محنه وأزمته. استكمالا للجسر الجوي الرابط بين الجزائر والصين الشعبية، سخرت القوات الجوية الجزائرية ثلاث طائرات شحن من نوع اليوشين 76 من مطار بوفاريك العسكري إلى مطار بيجين. الرحلة دامت 28 ساعة مع احتساب كلي 38 ساعة، وهذا من أجل معدات لمكافحة معدات طبية لمكافحة فيروس كورونا الخطير. أدينا الرحلة في ظروف جد عادية وحسنة، وذلك بفضل تكاتف وتآزر أفراد الأطقم ورجال خفاء أيضا الذين يساهمون في أداء هذه المهمات. وفي الأخير بمناسبة عيد الاستقلال ذكرى 58 أهنئ الشعب الجزائري وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. هم دائما في الصفوف الأولى حماة للوطن وخدمة للجزائر وشعبها. أن الجيش الوطني الشعبي في خدمة هذا الوطن الغالي وهذا الشعب الأبي. تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.